والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. المفروض هنبدأ بقى من الفيديوهات الجاية نشوف الانوتيشنز بتاعتنا اللي موجودة في السواجر ونبدأ نشوفها واحدة واحدة. ده المفروض، ده شيء جميل. لكن قبل ما اعمل اي انوتيشن، لو حد ملاحظ معايا ان احنا كنا شغالين على فيرجن 2.9.2 سواء على السواجر او السواجر يو اي، تمام، مفيش مشكله. كل اللي بنعمله كنا بنروح نعمل انيبل للسواجر 2، تمام، وشغاله معانا، ونروح كل حاجه تمام 10 على 10. جميل. لكن احنا لو جينا نعمل او نجيب انوتيشنز معينه ممكن ما تجيش، لان فيه عندك فيرجن للسواجر اللي هو 3.0.0، ده محتاجين نشتغل عليه عشان لو في انوتيشنز هنستدعيها ما يجيبلاش ايرور ويقول لك ايه انها مش موجوده، لان السواجر 3 طبعا فيها انوتيشنز زياده على اللي موجوده في ايه، في 2.9.2. جميل. فالمفروض بكل بساطه، انا مش هخترع كل الحكايه، انك لو دخلت على دوكيومنتيشن هيقول لك ديف دول اهو، هاخدهم كوبي واعملهم ايه، بيست بدل دول. حلو اهو، مفهومش اي مشكله، تمام. هعمل ريلود اهو، ما فيش اي مشكله اهو. جميل. لو رحت اعمل ريلود، طبعا اهو انيبل سواجر 2، تمام. هعمل ستارت، ما فيش مشكله، هروح هناك اعمل ريلود. ايه ده، في مشكله، الامبلمنتيشن بتاع 3 مختلف شويه عن 2. هو هنا قال لك ايه، ضيف الديبندنسي، ضفتها. قال لك تحت لازم تضيف في الكونفيجريشن الكود ده. نيجي نشوف مع بعض ايه هو الكود ده. الاول هكريت كلاس اهو، هروح هناك هنا اهو، هعمل نيو باكج هسميها ايه، كونفيج. حلو. جوه كونفيج هكريت كلاس هسميه سواجر كونفيج، تمام، مفيش اي مشكله. هروح هاخد الكود ده كله اهو، كنترول سي، واروح احطه فين، احطه هنا. حلو قوي. كونفيجريشن، تمام، عشان اعرف ان الكلاس ده كونفيجريشن، مفيش مشكله. بين عندنا حاجه اسمها دوكت، دي بتستخدمها عشان تقدر تهندل السواجر بتاعك. ده مجرد كود بتحطه في الكونفيجريشن عشان تقدر تعمل او تبدا على ايه، تبدا تستخدم السواجر اللي هو فيرجن 3. بترجع بين من حاجه اسمها دوكت، تمام. دوكت دي موجوده فين، في السبرينج اف او اكس اللي هي السواجر، تمام. بتعمل ريتيرن للدوكت بتاعك، وبتعمل بتريتيرن فيها دوكيومنت طيب اللي هو السواجر 2 اللي انت هتستخدمه، وبتعمل لها سيلكت. هنا في اللاين ده بيقول لك الباكج بتاعتك اللي هتبدا من عندها يحصل دوكيومنتيشن ويحصل ديسكريبشن وسبيسيفيكيشن للايه، للبيج بتاعتك. فانا هقول له انا ببدا من كوم دوت سبرينج دوت ايه سواجر. لاحظوا بقى معايا، لو حد ملاحظ معايا قبل كده لما كنا عاملين امبلمنتيشن للسواجر 2 قبل ما اضيف السواجر 3، هتلاقي لما كنا في البيج بتاعي الدوكيومنتيشن بتاعتي، تمام، هتلاقي ان كان في كنترولر اسمه ايرور. ليه بقى؟ لان احنا هنا كنا عاملين سواجر 2 فبيجيب كل السبيسيفيكيشن بتاع البروجكت كله، فكان في بيكون بعض الديتيلز انت مش عاملهم في في الكنترولر، لكن هي موجوده في الابلكيشن فعرضهم. لكن هنا انا قايل له ابدا من اول كوم دوت سبرينج دوت سواجر، يعني من اول باكج ديت. اذا السبيسيفيكيشن هيكون على اي حاجه جوه الباكج ديت. حلو. وعملت الباث اللي هو الباث سيلكتور دوت اني، وعملت بيلد ليها، تمام. نعمل ريلود، نعمل ايه، ريلود. حلو، عملنا ريلود. طبعا انت مش مطالب هنا تحط سواجر 2 خلاص، انت هنا اهو هشيل سواجر 2 مش مطالب بيها. ولو عملنا ران تاني اهو عشان تتاكد انت خلاص عملت الامبلمنتيشن بتاعك في الكونفيجريشن، فمش محتاج تعمل هنا سواجر 2. جميل،
تمام او ستارتد ما فيش اي مشكله. لو رحنا هناك عملنا ريلود هنلاقي برده في مشكله. ليه بقى؟ لان الصفحه ما تبقاش بالشكل ده. دي كانت في سواجر 2 لكن السواجر 3 قال لك ايه؟ بص ده لو خدت دول اهم بعد البورت بتاعي، بص معايا ادي البورت بتاعه اهو اللي هو سواجر يو اي باك سلاش اندكس دوت اتش تي ام ال. هناك كان سواجر يو اي دوت اتش تي ام ال على طول، يعني قبل كده كان بيكون بالمنظر ده، لا اتغيرت بقت ايه؟ اندكس دوت اتش تي ام ال. نعمل انتر. بصوا بقى معايا هنا شايفين مفيش غير كنترولر واحد اهو ومفيش غير موديل واحد. لكن لو حد فاكر معايا، لو حد ذاكرته كويسه هيفتكر ان كان عندنا اثنين كنترولر، في كنترول الايرور وكان في كمان مجموعه من المودلز. وقلت لكم ان ديت في بعض الديتيلز موجوده في البروجكت بتاعك انت ممكن ما تكونش واخد بالك منها لانها موجوده، يعني هي موجوده بس انت مش شايفها، حاجه زي الايرورز بتهندل الايرورز الكلام ده كله. قلت لك سيبك منه، احنا شغالين على الكنترول الواحد الخاص بينا اللي هو ايه؟ اللي هو ده. اذا احنا كده كونفيرت من فيرجن 2 تمام لفيرجن ايه 3. مفيش مشكله، نبدا بقى المره الجايه ان شاء الله نشتغل على ايه؟ على الانوتيشن الخاصه بينا. كليك يمين جيت اد، هقول له جيت كوميت، هقول له ايه؟ هقول له كونفيرت سواجر 2 2 3 كوميت. هل احنا عملنا اد؟ تهيألي احنا عملنا اد. اي كليك يمين، اه عملنا اد اهو تمام. جيت كوميت كنترول في كوميت اند بوش كوميت اند بوش بوش. هستنى لما يعمل بوشنج تمام. خلص البوشنج هروح هناك اهو هعمل ريلود، ما فيش اي مشكله كله تمام 10 على 10. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح. ان شاء الله من المره الجايه نبدا في الانوتيشن. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.